يعطيه لا، هذا إعانة على منكر. إيه نعم. إذن إذا أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، لا يسألون الناس إلحافا، السؤال المسألة محرمة ومكروهة. إذا سألك إنسان بالله الأصل أن تجيب هذا السائل إلا إذا كان في ضرر أو إعانة على منكر. نعم. ذكر الباب، هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن السائل سألك بعظيم، وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، من سألكم بالله فأعطوه، طيب ومن دعاكم قال فأجيبوه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس فهي واجبة، لكن واجب أخواننا بشروط ستة، شروط ستة حتى تكون واجبة. الأول ألا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجره، ألا يكون في مكان الدعوة منكر إلا إذا أمكن تغيير المنكر تجيب من أجل إجابة الدعوة تغيير المنكر، أن يكون الداعي مسلم لأن حق المسلم على المسلم ست، ألا يكون كسب الداعي كله محرم، إذا كان كسبه محرم ما تجيب، وإذا كان كسبه مختلط بعضه حلال بعضه حرام تجيب لا أشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود أكثر الناس أكلا للربا. الخامس ألا تتضمن إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منها، يعني الآن دعونا الشيخ صالح للعرس العشاء الساعة 12 في الليل، وحتى تأكل تشرب الشاي الأخضر وترجع إلى البيت الساعة 2 ما تصلي الفجر، فمن أجل إجابة الدعوة تضيع الفجر، لا إضاعة أو ما هو أوجب منها صح. أو والسادس ألا تتضمن إجابة الدعوة ضرر على المجيب، يعني الآن يدعون الشيخ للعرس وين في وين المهم في حائل في سفر ومفارقة أهل وكذا، فهذه الشروط الستة إذا تحققت تكون إجابة الدعوة واجبة، دعوة العرس وغيرها مستحبة. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا. إخوانا هؤلاء الأئمة يعني عندنا هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صنع علينا معروف، ولا واجب أن نكافئه، المكافأة أن ندعو له، قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالمكافأة الحقيقية إخواننا للعلماء، بعض الطلاب قد يكون سبب في إفساد نية المعلم صحيح، فالواجب أننا نجعل العلماء يعني يتعلقوا بالله، يعني لا يكون شيء في أمور الدنيا وفي أمور كذا، فالحقوق كما ذكرنا بالأمس متبادلة بين المعلم والطالب، فالواجب أننا نجعل يعني العلماء يعني لا يتعلقوا بالدنيا. أنا أذكر لكم أمثلة، يعني بعض الشباب هدانا الله إياه يعني يحدث أشياء أو يصنع أشياء وبهذا يكون هو سبب في إفساد نية المعلم، يعني يقبل الرأس، يأتي الثاني يقول والله أنا أريد حتى يكون عندي حظ أكثر عند الشيخ وقبل اليد، بعد هذا أصبح سجدة صغرى ينحني، كما يعني يصنع هؤلاء المتصوفة وغيرهم. بعض الأمور التي يعني ما تليق أن طالب العلم أن يصنعها مع المعلم وكذا، فالمحبة الحقيقية هي أن تأخذ العلم بحقه ثم تؤديه تذب عنه في ظاهر الغيب، وهذا هو. نعم. عندما ذكر السؤال بالله ناسب أن يذكر السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي غاية المطالب، يعني تقول تسأل الله سبحانه وتعالى بوجه أثاثا جميلا، لا تسأل الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة، اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، يصح يصح لأن هذا يؤدي إلى الجنة. نعم. قال باب ما جاء في لو، باب ما جاء في اللو يعني استعمال لو،
استعملت لو ستة. طيب استعملت لو أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، واستعمال في اعتراض على القدر، واستعمال في التحسر والندم، واستعمال لو في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب. هذه أربع استعمالات الآن محرمة. استعمال لو في اعتراض على الشرع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالخروج إلى أحد وحصل ما حصل من الهزيمة، فقال أهل النفاق ماذا قال؟ قال لو كان لنا من الأمر شيء. إذن هذا اعتراض على ماذا؟ على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محرم. اعتراض على القضاء القدر، هذا الأخ يريد الخروج فيقول له هذا لا تخرج، يخرج يحصل الحادث، يقول لو سمعت كلامي، فهذا يقول يا أخي هذا أمر كتب الله علي، هذا اعتراض على القضاء القدر. هنا استعمال لو في الاعتراض على القضاء القدر. طيب لو أطاعونا ما قتلوا. الثالث فتح باب التحسر والندم، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لما يصح تقول هذا، تقول ماذا؟ قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل، لأن هنا لو تفتح عمل الشيطان. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقضاء القدر على المعائب، وهذا ذكرناه بالأمس. بعض الناس يشرب خمر، نسأل الله عافية السلام، يا أخي لماذا تشرب الخمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إنما أشرب بقضاء الله، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهذا إيش تصنع به؟ تضربه حتى يغمى عليه، وأفاق تقول لو شاء الله ما ضربت. أي نعم. طيب الاستعمال الخامس أن تستعمل لو في التمني، فهي بحسب المتمنى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تمنى خير فلو خير، وتمنى الشر فلو شر. السادس أن تستعمل لو في الخبر المحض. قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، خبر محض يصح. نعم. باب النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح تقدم معنا في النهي عن سب الدهر، شرك أكبر ومحرم وسفه نقص في العقل وخبر محض. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. نعم. الظن بالله ينقسم إلى قسمين، أن يظن بالله خيرا، وهذا ظن المؤمن الموحد، وأن يظن بالله غير ذلك، وهذا نسأل الله العافية والسلامة ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. الآن الناس في هذا الباب قسمين، يظن بالله خيرا ويظن بالله غير ذلك. يظن بالله خيرا فيما يختص بنفسه وفيما يختص بغيره أو في هذا الكون، وهذا الباب ترى خطير جدا. وأن بعض الناس يقول ابن القيم رحمه الله يقول البعض يعني عنده سوء ظن بربه. عليكم السلام ورحمة الله. فيقول ما يتجاسر أن يتكلم بلسانه، لكن يقول نفسه التي بين جنبيه تشهد عليه من هذا، من ظنه بربه ظن السوء. يقول ابن القيم يقول هذا، يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحق، ولماذا فلان له زوجة وأولاد ومال وسيارات وكذا وأنا ليس لي شيء، وأنا والله أحق. هذا فيما يختص بنفسه أو فيما يختص بغيره. بالأمس ذكرنا لكم يقول مسكين ما تستاهل، قطعت قلبي، ليس لي شيء من الأمر، والله لو كان باليد حيلة لصنعت لك كذا وكذا. أو البعض يقول والله لو الأمر إلي أجعل فلان هو الخليفة. أو في هذا الكون يقول يعني وجود الحر في هذه الأيام سفه، وجود البرد كذا، وكان الأصل أنه تكون الخفجي على هذه الطريقة وجوه على كذا. العلاج دائما العلماء رحمه الله يذكر المرض والعلاج. العلاج الأول دراسة التوحيد،
لأنه بدراسة التوحيد تعظم الله وتحسن الظن في الله، وتعلم أن الله ما يقدر سبحانه وتعالى شيء في هذا الكون إلا لحكمة ومصلحة، حكيم رحيم عزيز عليم سميع بصير. تدرس باب الأسماء والصفات خاصة، دراسة التوحيد وتدرس باب الأسماء والصفات، ثم تعتني عناية خاصة بهذا الباب، تتوب إلى الله وتستغفر دائما، تظن بالله خيرا، تظن بنفسك السوء. أي نعم، هذا العلاج. يقول وظن ابن القيم رحمه الله، يقول وظن بنفسك السوء تجدها، ظن بنفسك السوء تجدها، يقول كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، تمشي على الصراط المستقيم، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل، تقول والله ما في خير، وقل يا نفس، تقول وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ ترجو الخير من ميت بخيل؟ لا، وكل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فترك مواهب الرب الجليل. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، تقول ما فيها خير وأنا مذنب مقصر، أي نعم كذا 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 مجرم، تقول والله كل ما بي من تقوى وصلاح واستقامة وهداية هذه من الله، وكل شيء مني ومن تقصيري. يقول هذه الطريقة الصحيحة. نعم. قال باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر، يعني أن الذي ينكر القضاء والقدر فهو كافر كفر أكبر، نسأل الله العافية السلام. نعم. باب ما جاء في منكر القدر، إخواننا في هنا في الحديث أنه جاء إلى أحد الصحابة وقال في نفسي شيء من القضاء والقدر. لماذا؟ شبهة واحدة، سمع هذه الشبهة ووقعت في قلبه، قال في نفسي شيء، أنكر القضاء والقدر؟ لا، لكن بدأت الشبهة تأتيه، فإيش صنع؟ وهذا مهم جدا عند طالب العلم، مجرد تأتيك شبهة قلنا لا تستمع للشبهة، استمعت واللي حصل حصل، إيش تصنع؟ ماذا صنع هنا؟ ذهب إلى كبار الصحابة، قال في نفسي شيء من القضاء والقدر فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. العالم هنا ماذا صنع؟ العلماء ما حدثوه بشيء من عندهم، ذكروا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشبه تزال بماذا؟ كتاب السنة. إذن في خطر السماع للشبه، وأن الشبه إذا وقعت لابد من سؤال كبار العلماء، وفي طريقة العلماء في إزالة الشبه حيث أسند الكلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم ترى في إزالة الشبه. نعم. ها طيب، إذن بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم.